بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمّاً إلا أذهبت، ولا عدواً إلا دفعت. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أول سخط، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.